صباح المدارس، صباح الشباب، صباح المدارس، صباح الشباب. صباح الشباب، صباح المدارس، صباح كهمس الندى والنوارس، صباح يحفز فينا الأماني ويوقظ في كل يوم منافس، صباح يطل علينا ابتهاجا كطلة شمس وخيل وفارس، صباح يعتق صفو المعاني ويطرد عنا جميع الهواجس، صباح بطهر الطفولة يبقى جميلا يحاكي حديث المجالس، فشكرا لصبح نسميه حبا، صباح الشباب، صباح المدارس، فشكرا لصبح نسميه حبا، صباح الشباب، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح المدارس، صباح الشباب. صباح الشباب. اللي سمعناه قبل شوية هو هدية جميلة من شوق بنت جمال بن ناصر الصقري، قامت بأداء القصيدة وتسجيلها وتنفيذها يعني بالكامل، وهي إهداء لكل سماع صباح المدارس. شوق اليوم تنضم لنا على الهواء. شوق صباحك خير. صباح الخير أستاذ. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا زين الحمد لله تمام يا شوق. شوق طبعا في الصف الثالث مدرسة كنوز المعرفة المعبيلة الجنوبية للتعليم الاساسي. شوق شكرا اولا على الهدية الجميلة لصباح المدارس. عفوا. ادائك يعني جميل في القصيدة والقائك. مو بيدربون عليه. نوجه لهم تحية. إذن شوق كم تدربتي عليها؟ فترة طويلة؟ لا ما فترة طويلة. كم يعني ظليتي تتدربي؟ يعني بس أسبوعين. أسبوعين؟ أيوة. يا سلام، ممتاز يا شوق، أداء كثير جميل. وأنت تلقي قصائد في المدرسة؟ أيوة. وتشاركي في الأنشطة؟ أيوة بشارك. ايش مشاركه في اي في ايش من الانشطه اللي مشاركه فيها يا شوق؟ انشطه الموسيقى، انشطه امس كانوا عندنا لجنه شاركت العلوم، كان معي تجربه وسويتها قدامهم. سويتي تجربه قدام اللجنه في ماده العلوم؟ أيوة. وايش كانت التجربه؟ تجربه نفخ البالون. ونجحت التجربه؟ أيوة نجحت. يا سلام، ممتاز، أخذتي إذن على كذا علامة كاملة. أيوة. واللجنة إيش قالت يا شوق لما شافتك سويتي التجربة ونجحتي فيها؟ كان أصلا هما ما متوقعين هذا الشيء، وأنا سويته وهم كانوا يعني ما على بالهم من هذا الفكرة. وأعجبوا فيها. مفاجأة. يا سلام، سويتي لهم مفاجأة صباحية يا شوق. زين شوق، والمواد الثانية غير العلوم إيش اللي تحبيه بعد في المدرسة؟ الرياضيات. الرياضيات؟ وإيش بعد غير الرياضيات؟
واللغة العربية. واللغة العربية. وما خبرتينا في الإذاعة إيش تقدمي يا شوق؟ في الإذاعة أقدم إلقاء شعر. يعني كله تلقي الشعر؟ أيوة. وإيش يقولوا المدرسات عنك في الإذاعة لما تلقي شعر؟ كلهم أصلاً حيث في المدرسة يعرفوني. كلهم يعرفوش؟ أيوة. أها. وأنت إيش إحساسك إنه كل حد يعني يعرف شوق؟ لأنه أنا دائماً أطلع في الإذاعة ولا يا إنه يشاركوني في جامعة سلطان قابوس وجامعة وكلية الشرق الأوسط. مناسبات خارجية يعني شاركتي فيها. أيوة. وإيش يعني؟ مدارس ثانية. ومدارس ثانية. على كذا أنت مشهورة يا شوق، الناس تعرفك. أيوة. حلو الإحساس إنه الناس تعرفك شوق. أيوة. إيش اللي حلو فيه؟ إنه يعني كلهم يعرفوني وأنا موهبة على إلقاء الشعر. جميل. احنا يعني شفنا الموهبة بالفعل من خلال القصيدة. القصيدة اللي سمعناها شوق اللي اهديتيها للبرنامج، مين كتبها؟ أبوي كتبها. وحفظتيها انتي؟ ايوة. تحية لوالدك يا شوق. وحافظة شي ثاني شوق؟ ها؟ حافظة شي ثاني؟ ايوة. ايش حافظة؟ أبوي اشترى سيارة تاهو وسوالها بيتين شعر. الله يعطيه خيرها ويكفي شرها إن شاء الله. سوالها بيتين شعر. أيوة. أنت عجبتك السيارة ولا ما عجبتك؟ ها؟ أنت عجبتك السيارة ولا ما عجبتك؟ عجبتني. زين وسوالها بيتين شعر. أيوة. وإيش قال؟ تاهت على درب الغرام فتاه تلك الأنيقة، تلك الأنيقة من تسمى التاه، كل الفخامة أصلها في زهوها، والأخريات وعزها أشباه، والأخريات وعزها أشباه. هذا إعلان راقي جدا يا 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 شوق، إعلان للسيارة. أنت لما تكبري إن شاء الله بتاخدي سيارة شوق، بتتعلمي السياقة؟ أيوة. ومتى حابة تسوقي؟ من الحين أنا ودا أسوق. من الحين؟ لا يعني من الحين إن شاء الله. لا بس تخلصي وتكبري وتخلصي المدرسة وتخلصي الجامعة إن شاء الله تسوقي بإذن الله. إن شاء الله يا شوق. إنزين شوق إيش حابة تكوني؟ أنت من الحين تريد تسوقي، بس إيش حابة تكوني في المستقبل؟ طبيبة. طبيبة إيش؟ طبيبة أسنان. ليش يعني اخترتي طب الأسنان؟ لأن الأسنان تحتاج لإهتمام كثير. صحيح. إنزين؟ إنزين. ويعني أنا أود إنه يكون هذا الأشخاص اللي أسنانهم معورهم إني أعالجهم عشان ما يدوم الألم في أسنانهم. لأن الأسنان ألمها يعني متصل مع العين والأذن والرقبة والحلق. هذا ألم الأسنان يعني تسوي كل هذا يا شوق؟ أيوة. يعني ممكن الشخص اللي يكون عنده ألم في الأذن يعني عنده ألم في الأسنان، ولا لما يكون عنده ألم في الأسنان يصير عنده ألم في الأذن؟ لما يكون عنده ألم في الأسنان يكون عنده ألم في الأذن. وبالتالي لما يعني يتعالج يصير بخير إن شاء الله. أيوة. ومن بتعالج، الكبار ولا الأطفال بس؟ كل الناس. كل الناس. إذا لازم نسوي معك موعد يا شوق إن شاء الله. شوق؟ ها؟ أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. إحنا حابين نسمع جزء كذا من أو نسمع القصيدة اللي ألقيتيها، اللي أهديتينا إياها، نسمعها بصوتك. يلا نسمع. صباح الشباب، صباح المدارس، صباح كهمس الندى والنوارس، صباح
يحفز فينا الأماني ويوقظ في كل يوم المنافس. صباح يطل علينا ابتهاجا كطلة شمس وخيل وفارس. صباح يعتق صفو المعاني ويطرد عنا جميع الهواجس. صباح بطهر الطفولة يبقى جميلا يحاكي حديث المجالس. فشكرا لصبح نسميه حبا صباح الشباب صباح المدارس. فشكرا لصبح نسميه حبا صباح الشباب صباح المدارس. صباحك محبة إن شاء الله صادقة دائما يا شوق. شكرا لأنك أهديتينا هذه القصيدة وشكرا لأنك موجودة اليوم، يعني كنت معنا في هذا الحوار. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق اليوم في المدرسة. آمين. وصلتي أنت المدرسة ولا بعد؟ أنا في الطريق إلى المدرسة. في الطريق إلى المدرسة. درب السلامة إن شاء الله يا شوق. إن شاء الله. إن شاء الله نهار موفق. شكرا يا شوق. حابة تقولي شيء؟ شكرا. أيوة. إيش؟ أحب أن أشكر كل من ساندني في تنمية الإلقاء الشعر، وأولهم أمي وأبي، وأشكر مدرستي لأنها تهتم بي وبهذا المجال، وأقدم شكر الكثير لبرنامج شباب وخاصة صباح المدارس، ولك أستاذتي سهى جزيل الشكر. الله يسلمك. العفو. أنت اللي شكرا يا شوق. شكرا لكل أبنائنا، شكرا لأسرتك أكيد اللي يعني أيضا دربك وتساعدك ولمدرستك كذلك. شكرا يا شوق، نهارك سعيد إن شاء الله. هذا سمع. هلا. أريد أقول لك شيء. أنا هذا البرنامج ليش عجبني؟ عجبني لأنكم يعني سألوا الأطفال هذه الأسئلة الحلوة، علشان كذا عجبك. وأنت تسمعي يوميا شوق؟ ايوه. وايش تحبين زين في الاسئله؟ احب انهم كيف يجاوبوا، كيف يعني كيف يعطوهم مجال لانهم يعني يجاوبوا ويعبروا عن شعورهم. يا سلام. واحنا على فكره شوق احنا كثير يعني ننبسط لما نسمعكم تعبروا عن شعوركم. حتى انا. الله يعطيك العافيه. ان شاء الله دائما بتعبري عن شعورك مره ثانيه معانا يا شوق. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله نسمع يعني مشاركاتك سواء كان في المدرسة أو خارجها بإذن الله تعالى. ولا يهمك. ومنتظرين منك هدية ثانية إن شاء الله يا شوق. إن شاء الله. شكرا لتعبيرك، شكرا لشعورك، شكرا لوجودك معنا اليوم في صباح المدارس يا شوق. الله يعطيك الصحة عفو. والعافية. عفو. شكرا. شكرا لشوق في الصف الثالث، ويعني تقول شكرا لأنكم تمنحونا هذه الفرصة نحن نعبر عن آرائنا، نعبر عن أفكارنا. تحية للشوق وتحية لكل أبنائنا يعني في المدارس. هذه المساحة اللي هي يعني لا تتجاوز 10 دقائق يعني فيها تعبير كبير جدا من أبنائنا عن مشاعرهم، أمنياتهم، طموحاتهم وأحلامهم. فتحية لشوق وتحية لجميع مستمعين صباح المدارس. يعني الحوارات الوقت ياخذنا في الحوارات ونشعر يعني أن ما نريدها تخلص، يعني كل مرة في فكرة جديدة ممكن نناقشها. شوق بن جمال بن ناصر الصقري، كل التحية طبعا لشوق في الصف الثالث من مدرسة كنوز المعرفة المعبلة الجنوبية للتعليم الأساسي. الكثير من التفاعلات الرائعة اليوم، أيضا تحايا للشوق، ولكن بعد هذا الفاصل.